محمد العتيبي يتوغل، محمد العتيبي يحاول يمر الى خليل بن عطيه، خليل بن عطيه يتوغل وكره مقطوعه برا الملعب لرميه تماس لصالح نادي الفيصل. اللاعب من لاعبي فريق الوحدات يشكو من اصابه، لاعب من لاعبي الوحدات يشكو من اصابه. تعادل قائم بهدفين. فائر جسام يوجه لاعبي وشوف الزواهره قريب منه، واحمد الياس يشكو من اصابه، احمد الياس يشكو من اصابه. لاعب شاب قدم مباراه رائعه اليوم وانقذ مرمى الوحدات من اصابه اكبر. ما زال احمد الياس يتلقى العلاج.